اللي شفته أنا كان غير اللي هم شافوه، عشان كده فرحوا بميلاده وسبحوه. كنت شايف واحدة بتولد في سواد الليالي، وهم من فوق شايفينه حدث وهتفوا المجد لله في الأعالي. طب أنا عينيا مش شايفة غير صورة مليانة ألم، بنوتة صغيرة والحمل تقيل عليها، ولا أب ولا أم ولا حتى داية تمسك فيها. كل اللي موجودين شخص راجل بار محتاس بيها يمين وشمال، أصله على قده نجار. طب مش مهم مين موجود، المهم المكان، وإيه اللي جاهز للمولود أقل حقوقه كإنسان. مكان إيه؟ دول اترفضوا من كل اللي راحوا لهم، ولا فرق معاهم حملها ولا حتى سمحوا بدخولهم. يا ترى كانوا عارفين هما بيرفضوا مين؟ ما جاش في بالهم إن اللي بيستأذن منهم هما أصلاً بإيديه مصنوعين؟ خلصت الحكاية بكلمة، على قد فلوسكم في مكان، وما تقلقوش اللي هناك مش هيتكلموا، أصلهم من مملكة الحيوان. انتوا لسه بتهتفوا بالناس المصرة؟ إيش حال وانتوا شايفين الصورة؟ طب فهموني المنظر عامل ازاي من بره؟ أهي بتصرخ لوحدها والعجوز رايح جاي جنبها، وادي الملك بيتولد وبكاء سيف بيجوز في قلبها، ووسط الصورة ما هتبان مظلمة، والأم اللي لسه بنوتة متألمة يبان النور وسط العتمة، مش بس عشان في المكان نجمة، لكن الفرح اللي كان جوه الرعاة ببشارة حقيقية مش كلام، التسابيح اللي مالت المكان وباقي الأنشودة على الأرض السلام. وكأن العينين فتحت وشافت اللي كانوا شايفين، أصل الملايكة عارفين الحدث وبقالهم قرون منتظرين. في ملء الزمان وفي اليوم الموعود رب المجد هيدعى ولد ويصير من العذراء مولود. الميلاد مش بس حيوانات ومزود حقير، ولا الميلاد فقر وغربة ومولود بلبس فقير. الميلاد حدث قسم التاريخ نصين، عشان يفضل على مر الزمن جرس بيرن للي عايشين. قبل الميلاد كانوا البشر محبوسين، وبالميلاد بقينا بالحق محررين.